الدوح ملء الغوطتين شذا أم ذاك عطرك فوق الجيد ينسكب وذلك اللحن هل أصطاء ضحكتها أم القدود إذا ما أنشدت حلاه ولفته غير لفتك وأرضه يلي عم يحكمك منه غير أرضك وعاداته غير عاداتك ومو بس هيك معاملته مع ناسه غير معك. جاوبني انت. اسمع الناس اللي بتسافر برات البلد شو بتقول وشوف حالتنا هون. الناس برا كلها بتتعلم، بيروحوا على المدارس من زمان من سنين وأيام، عندهم شغلات نحن ما منعرفها، ويمكن إذا شفناها نموت رعبة منا ونفكر في جواتها جان والعياذ بالله. أما العصمالي الله لي وفقه شو عمل فينا؟ جوع وفقر وتعتير وجهل وقتل، وزهرة شبابنا عم بتروح بحرب مانا حربنا. لو كنا ولاده عن حقه، لو كنا منقربه ما كان عمل فينا هيك. إيه بس هذا حكي كبير كبير كتير. إيه سعيد مثل ما عم قلك، روح شوف الشباب يلي من عمره، شوف كيف راحوا وتعلموا وفهموا. هدول الشباب هلأ عم يشتغلوا لحتى يخلصونا من العصمالي الله لا يوفقه، لحتى يجيبونا ناس من أهل بلدنا من أولادنا هن يحكمونا. مرت عمي أنت منين جايبي هالكلام الكبير؟ بعدين مين اللي بده يقدر على العصمالي؟ في ناس كتير بتقدر عنا، في عنا رجال بوشها شوارب بتقدر، هدول أهل الشام عن حقه وحقيق. في أسماء كتير، شو بدي عدلك لعدلك؟ بعرف وسمعان بكتير منهم، بس ما بكفي تسمع، روح واسأل عنهم ودور عليهم وتعلم منهم وبعدين شوف شو بدك تعمل. يا من أعبت به شمول من أنطفها في الشمال، ما أنطف هذه الشمائل، ويا لالا ويا لالا ويا لالا لي
يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا لي. طمني حجي، عجبك البيت؟ ماشي حاله، بيقضي غرض. وين سامو؟ خير، لازمك شي؟ بدي اياه هلا. شو بدي فيك انا؟ ابي راسي. ساميه، سامو. نعم. لك الله ينعم عليك. اهلين حجوزي. اهلين بسامو. تركي، تركنا لحالنا. بخاف تحتاج شي حجي؟ لا ما لا احتاجك لك. درميل. عجبك البيت؟ ماشي الحال. لا لك شو ماشي الحال؟ والله لا خليكي تموتي على دباديبو. تعي معي لنشق على المخده. لك تعي يا ملا. كتير وأنا مو قادرة أعمل له شيء. أبوكي شايف حاله فيكي وكل شيء عم تعملي، وهيك تفكري إنه ما رح ننصحك تكملي اللي عملتي، لأنه أبوكي كان رح يعمله قبلك وأنا كمان. الله يخلي لي إياكم. فراق الشام صعب شو ما كان، وأنا بعرف إنه أبي بحس حاله يتيم لما بيطلع من البلد. بس حياتك يا أمي رح نرجع، وأبي رح يرجع يرفع راسه بين أهله مثل أول وأحسن. بكرة إلكم، نحن ما لنا وجود فيه، بس اللي عم يصير بشارة خير لبكرة، هيك قال أبوكي. والدك رضيان علي. أنت الله من فوق رضيان عليك، كيف ما بده يرضى أبوكي؟ لك شو هاد لك سامو؟ علي ما علي ما نبتدي. شو بدنا نعمل؟ العنزة السارحة غير مبارحة. تعرفي حاسس هيك انك معلق برقبتي واني مسؤول عنك. علي ما علي عم بهكل همك صرت. حجي تجوزني واستور علي. الله يستور عليك. شو تجوزك؟ شوي تجوزك ما تجوزك؟ ها؟ لك أنا رح أمن لك، رح أمن لك للصاجة. هذا البيت لنشتري، بس ما بغدر لا شوف الدلال ولا خلي الدلال يشوفني. بتعرفي وضعي. الحق معك، بس ما هيك أعطيكي مصاري تشتري البيت تكتبي باسمك. مالي هاك الهم، حاسس هدول مصاري من العب للجيبي. شايفه شلون مأمن لك للصاجي انا؟ ان شاء الله بتقبر قلبي. بس ما قلت لي ما حتشي لتركي. شو بدنا بتركي؟ خلي تركي لتركيا، المهم نحن نكون تشوكوزال. يلا بدي امشي. بدك شي؟ سلامة قلبك حجي. كأني تأخرت انا. ايه؟ أنا لسه معي 5 دقايق بكفو. لك بكفو. قولي على بعضي تعي يلي رماك الهوى يا ناعي. قولي على التماري. بتريد شي يا باشا؟ الخانم وينها؟ سارة؟ الخانم ولك جدبة؟ زبيدة خانم بجناح؟ فتي لعندها؟
قافله الباب على حاله ما بدها حدا. وسارة وينها؟ ممنوع نقرب عليها. مين قال؟ شو نسيت يا باشا انت؟ روحي روحي مشي. صباح؟ نعم. زبيدة خانم تعشيت؟ لا لسه. روحي حطي لها عشاء. حاضر. زبيدة العشاء جاهز تحت. كلي لحالك. شو في مين؟ مين؟ سارة هون؟ ايه يا سيدي. تعبانة شي؟ شوي، ان شاء الله بس تفيق بتصير احسن. قولي لها اذا صحيانة بدي اشوفها. غفلانة يا سيدي. صباح الخير يا بيك. شوفي الست زبيدة طالبة تشوفك. افطرتوا؟ ايه يا بيك من زمان الدنيا صار الظهر. طيب روحي انتي. شو قلا؟ خلاص هاتي لي لشي روحي. حاضر. شو بدك؟ إذا الوالدة خانم طالبتني إلي لساعتي نايم. مو الوالدة خانم يا بيك، سارة. سارة؟ وينها؟ خليها تجي. قالت ناطرتك بمخدعها. طيب روحي انتي هلأ جاي أنا. بحياته ما طلع بالرب الرب مخدعه، بس بتعرفه عريس.
تقرب علي يا بي، لا تقرب الله يخليك. لك سارة شو بك؟ من امبارح وانت مكركبة، ما حبيت ضايقك وازعجك. شو اللي صاير؟ اسأل حالك. هاتي لشوف، احكي. انا مين بقيلي بهالدنيا غير هالولد يلي ببطني؟ مو من حقي خاف عليه؟ ولا هي كمان بدك تحاسبني عليها؟ حرام عليك. هلا هذا اللي طلع معك؟ ما بقيلك بالدنيا غير الولد اللي ببطنك؟ وانا وين رحت؟ انت شو؟ انا ابوه. انا بدي ابو ابني يكون رجال، رجال، فهمت؟ ولا بناسبك يطلع ابنك لعبه بايدين العالم، لانه ابوه مو قدران يحضنه ويرعاه. مين قال هالحكي؟ مرجلتك. انت رجال علي انا وبس، وانا ما عم اقول شيء، وما بدي اياك تكون رجال الي. تعبت معك ومنك، كون رجال لابنك. مو من حق الولد يكون عنده اب يعتمد عليه. اسمعي شو بدي اقول لك، طول ما انا عايش ما حدا بيقرب علي، لا تاكي هم. واذا قلعوني؟ مين بده يقلعك؟ الباشا والوالده خانوا. لا تاكي هم، شيلي هذا الموضوع من راسك نهائيا، ما راح يصير شيء، طمني. ما راح اطمن، وماني مطمنة لحتى تخلص من هالسرنوية اللي جايبينها من الشام. هو علينا، انسي قصة زبيدة بقى، شيليها من مخك. خلص حلتها قريبة. وشو حلتها؟ بعدين. أصلاً فيك تطلقها؟ ها شفت؟ ما بتقدر، بتخاف. إذا صوتك بيعلى راسك بكسر وعم تفهمي، وبابك ما بدي شوفه مسكر. ما جاوبتني. فهمتي شو قلت لك؟ زويدة صباح، طلعي لبرا. شو بدك؟ هيك المرة بتحكي مع جوزها؟ جوزة؟ منين لوين؟ شو هي من وين لوين؟ والله لعنده مسلة بتنغزو. ليكي لقلك شغلة زويدة، هدول حركات بنات الشام لا تعمليهم علي. يوه والله الحق معك، من كتر المسلات مو عرفان أنا وحدة منهم لازم تنغزك. من آخره معي ما حيطلع لك. بعرف إنه ما رح يطلع لي، حظي الزفت بان ليكو. شو مشكلتك؟ إني تجوزتك. بسيطة، إذا على هيك هلا برمي عليك يمين الطلاق، ويا دار ما دخلك شر. يا لطيف يا لطيف على هالسارة، شو شاطرة وشو قادرة. أنا بستغرب إنه بيك طول وعرضه شخصية مثلك يصير خرقة وممسحة لهالدرجة. زويدة ديري بالك، عم تغلطي فيني. ها أنا عم أغلط فيك؟ أنت منتبه شو ساويت فيني؟ لك شو أحكي أنا؟ شو أقول ولمين أحكي؟ ومنيح على قامته لحظي. روح روح روح، أنا وحدة مثلي ما بتناسبك، وحتى سارة كتيري عليك، كتيري على واحد تسوش مثلك. ولك اخرجي ولي؟ دروب دروب عفارم عليك، هيك بتصير رجال. روح لخلى عند أهلك قول لهم بدي طلق، وإذا ما بدهم يطلقوا خليهم يشتروا لها للجارية يلي مشتك على كيفها شي لقب مثل البكوية اللي اشتروا لك يا، خلوها تصير خانة ويجيبوا لها جواري. ولا قلك لا تجيب لها جواري مشان ما تخونها هي التانية. انت شو بدك هلا؟ طلقني. ما راح طلقك. ما انك رجال. بدي خليكي محبوسة هون بين الحيطان، وقسماً عظماً إذا بتضلي هيك لجيبك جارية تحت رجلي يا لسارة. جرب، وإذا طلع بإيدك لا تقصر. زويدة ليكي، خلينا نتفهم. على شو؟ على كل شيء. سارة حامل. هاد يلي كسرك هالكسرة؟ خلص ما عاد في شي نتفاهم عليه.
عم يحطون هون. الله لا يعطيك عافية، وين زتيتهم على الأرض؟ حطهم على الطاولة. والله مو بقصدي يا حجي. شو مو بقصدك؟ كنت روحت لنا التواب. حصل خير، بدك شي غيره؟ تعال مسيك. بس هدول وزيادة عليك، ما بكفي وسخت التواب؟ شو قلال يعني؟ اي والله نحن حالي بحملانه. روح عنا، روح عنا. الله يسامحك. الله يسامح الجميع. شو سعيد؟ وين مسافر؟ هاي ابي ماني مسافر، وين بدي سافر؟ شايفك بأرضك بس عقلاتك مو معك بنوب، وين مسافر ها؟ شو هالحكي؟ شلون يعني يا بي؟ رحت لعند مرت عمار؟ ايه يا بي رحت. وشو صار معك؟ قعدت وحكيت معها. قعدت معها؟ ايه يا بي خلصت العدة. صلاة محمد، امتى خلصت العدة؟ ليش يا بي شو في؟ لا ما في شيء، بس يعني في هيك كم قصة بدي خلصهم انا وياها. ايه وقالت لي انه هلا بعدين بتقلي شو قالت لك، عندي مشوار ضروري. جاهزة وسخنة الكعب. كعب. شفت ابوك شو عطاني كل هالعتالة؟ شوف حسبي الله ونعم الوكيل. تا مسيك هيك ها. الله يخلينا ياك ويرزقك. اي والله امي واخواتي رح يدعو لك خير الله. ولك شبك صرت تشحد على امك واخواتك؟ هلا كنت عم تشتغل وتسترزق؟ اسمع اوعك تشحد بحياتك، سمعت؟ ايه بامرك معلم سعيد مثل ما بدك. يلا سلام بخاطرك. عمي روح لاقي لك شغله اشتغلها، لاقي لك عتله اعتلها واسترزق. والله مرضان مالي قدران اشتغل. استحي عطولك شحه، ولد صغير كان عم يشتغل. كثر خيرك خير الله. من وين جايبي هالبضاعة؟ عجبتك؟ بعمري ما شفت مثله. يعني رح تبعنا ياهن عندك؟ بس مو لأعرف لمين هالبضاعة وقديش في منها وقديش بدهن حقها. بضاعة قد ما بدك فيه طالما في عليها طلب، وقديش بدهن حقها شوفت عينك. البضاعة كتير تقيلة وصحابينا مدينين مصاري وبايعين يلي فوقهم ولي تحتهم مشان يشتغلوها. بقى يا حجي انت قديش بتجيب حقها هن اللي بيستاهلوا اكثر. ايه شو ايه؟ هلا حجي ما بدك تقولي لي لمين هالبضاعه؟ بقول لك بس بشرط انك ما تقول لحدا وخصوصي الحجي ابو سعيد. ايوه شو دخله ابو سعيد؟ ليك لتكون هالبضاعه هي للمستوره بالسيمه. وانت قلت يا حجي فتحية شو في مين؟ حاضر يا مو. مرحبا عمو. أهلين. شو بس أهلي؟ ما في شلونك يا عمو، اشتقنا لك يا عمو. بلا كيفك عمو؟ الحمد لله. أمك وأختك شلونه؟ الحمد لله. هيك لك فتحية ما بتقولي إلنا عم اسمه صبحي بحبنا، لا بتسألوا عني ولا بتقولوا شو أخباري. الله يسامحك. وين أمك؟ هاد عمي صبحي. أمي كنت عارفة إنه رح يجي. شو بده؟ هلأ أشوف. Thank you.
أهلين سلفي. أهلين بسيمة، شلونك؟ نحمد ونشكره. إن شاء الله مرتاحة. من الله بخير. شو رح تتركيني على الباب؟ ما في تفضل اشرب لك فنجان قهوة؟ بدك لا تأخذني. أول شي ما بجوز لك تفوت لعندي، تاني شي عندي ضيوف. شوفي بسيمة، أنا كل الدواوين والفصول اللي عملتيها وأنت بالعدة مستعد أنساها ونبدأ صفحة جديدة. يعني حترجع لنا حقنا؟ والله حسب. حسب شو؟ راح قلك يا بالآخر، ولو إنه حكي ما بينحكى على البواب، بس معليش أنا طالب إيديك على سنة الله ورسوله. لا تجاوبيني هلا، خدي وقتك وفكري، بس فكري بمصلحتي ومصلحة بناتك. وإذا قلت لك لا؟ شو على كيفك تقولي لي لا؟ يو لكن على كيف مي؟ اسمعي بسيمة، بنات أخي من حقي وأنا مستعد أخذهم غصبا عنك. إيه لا لا، أنت ولا كل من شد على إيدك بياخد بناتي مني، عم تفهم؟ شوفي لا تحطي راسك براسي، أنا لهلأ مطول بالي عليك ومهدي، إذا ضجت ترى بتشوفي شي ما بيعجبك. أنت شوف هالباب لبقى تدقه بحياتك، والبنات لا تحلم فيهم، والمصاري رح أعتبرهم صدق عن المرحوم وعن البنات وعني. نحن قلنا الله. بس بكرة إذا متي من الجوع واحتجتي لا تدقي بابي، ما رح تشوفي مثليك. ربك ما بيقطع حدا، ورح زيدك كمان ورح قلك أنه الله حيعوضني فوق ما تتصور. حلو الحكي، والحكي ببلاش. ومنين يا نور عيني؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله شو الله ينفعنا ببركاتك يا ست بسيمة. حضري غراض البنات باليومين رح أخذهم، وأنت حضري حالك كمان، عزمك على عرسي. لا تخافوا أمي، لا تخافوا، بطلع بروح وما بخليه ياخدكم مني. وجوزي الله يرحمه ارتحم من زمان. ليش ما رجعتي على الشام عمتي؟ من شان ولادي تقبريني. ليش كم ولد عندك؟ شبين وبنت الله يخلي لك ولادك. طيب وينهم؟ ليش ما حدا عم يجي معك؟ آخ كل واحد منهم بمكان. البنت أخذ جوزها وراحوا على البرازيل، والشباب سحبوا حالهم واحد قفى الثاني على بلاد الموسكو، قال الشغل هنيك منيح وبجيب مصاري. عمتي لكان كيف عايشة انتي؟ الله يرضى عليهم ما عم يتركوني، ولما بنقطع في إلي ورثة من أهلي مع أخي صبحي. ست سوليا البيت بيتك، بس أنا مضطرة أروح شوف الحكيم شوي. مشان مين الحكيم مرت عمي؟ في وحدة من الخدم مريضة، عن إذنكم. خدي راحتك تقبريني. يا حبيبتي خبريني كيف أحوالك هون؟ رح موت يا عمتي، رح موت. بعيد الشر عنك تقبريني. سارة طلعت حامل. ولي على قامته وقامتها إن شاء الله. كرمال الله، كرمال الله تساعديني. شو بقدر أعملك؟ والله نزار باشا بيحفيني. هربيني لعند أهلي. يو أنتي عرفاني مع مين عم بتعلقيني؟ ليش لتعلقي؟ لأنه ما حيضل غيري بوش نزار باشا. مو إذا هربتي معي. شو؟ مو لك ورتي عند أهلك؟ بس تريد تشيل بس العيد خير.
والله لا اخرب بيتكم والله. ارزق ايدك وانا اخذ امي. فلنباشر الاصلاح من الطفل. ولنقبل على تعلم اصول التربيه البدنيه والروحيه والعقليه. وان المراه للعالم بمكان النفس من الجسم ومهبط الوحي. فهل الامومه بعد هذا عبء فادح ام انعام خاص؟ لسا ما كبرتوا؟ عاملين لك مفاجاه. شو هالمفاجاه بقى؟ غمض عيونك. خلص بقى بلا صغر عقل. غمض عيونك. طيب امري لله. فتحي عيونك. هلا كل يوم تكتبي مقالات لاربع خمس مجلات وجرايد وكل ما تشوفيهم ما عم تعرفي تقولي. وحياة العذراء وحياة الرب ما بعرف شو بدي اقول لك. هلا خلصينا أدين ماري حبيبتي، قومي رح يجهزي حالك قبل ما يجوا بيت اهله. طيب يلا يا قلبي. انت امتى حتبعتينا على المدرسه؟ باذن الله قربت حبيبتي. بس انا ما عاد بدي. ليش ما عاد بدك؟ خايفه. مش شو خايفه حبيبتي، بالمدرسه بكره بتتعلمي وبصير عندك رفقات حلوين مثلك. بس انا مو خايفه من المدرسه. لكن من شو حبيبتي؟ خايفه يجي عمي صبحي وياخذنا. شو اللي خلاكي تقولي هيك؟ مو قال عمي صبحي بده ياخذنا غصب عنك؟ لا لا، ما حدا بياخذكم مني. شو عم تقولوا لا؟ عم بقول تجوزنا انا وسامية. الله يعطيك عافية، شلون بتتجوزها هيلي؟ لك تجوزت على سنة الله ورسوله يا حجي. لك وإذا؟ الله لا يبارك لك، لك شلون بتعمل هيك من ورا ظهري؟ لك يا حجي أهل الحارة عينهم هيك، إذا شافونا فايتين طالعين وما في شيء رسمي بيناتنا رح ينشروا عرضنا، أنا تجوزتها هيك، على بنضة يعني، تجوزتها كرمالك، تجوزتها إلك، أما هي تحرم علي ليوم الدين. هيك ها؟ لك قلي من الأول إنك تجوزت لي إياها. لك الله حيو الله حيو تركي، طول عمرك نشمي واصيل وزقرت. الله يخلينا الحجي. يلا وينها وينها؟ هلا بتجي لعندك، انت روح على المخدع وبتجي لعندك بتقول لك شبيك لبيك ساميه بين ايديك. لك الله حيو ادعي لي. ويا حجي ما نقطتنا. ايه ايه والله واجي مزبوط، لا تواخذني. بتعرف يعني جوازة العمر هي. ايه شرف سيدي. لك ها وعقبال بكاري ان شاء الله. ان شاء الله بهمتك. الله يخلي لي اياه. يلا الحقني بالمحلي. الله يحييك. والله صبرت ونلت لك صبحي. سامو سامو الرجال جوا مستوي على الاخر، بس وهيك ها وهيك تغلطي بحرف هيك ولا هيك بتروحين على الاخر، مثل ما فهمتك بتكشك شيء وبتدللي على 24. لك من عيوني التنتين ولو ايش في بالعاده تربيتك انا. لك وانا عم التربيه. تعي تعي يا خليك نمر. ما
وهي الضيافه حجي، فوتي برجلك اليمين. لك دخيل المحلي انا، تاي تاي لعندي تاي. يسلم لي المحلي. شو هالبربريسي هاد؟ هدي هون هدي. حجي انا رح روح اجيب لك شويه عوامه وزنقول. روح الله معك. وبجوز طولها لانه حابب اجيب لك اياها ممتازه. لك طول عمرك اصيل وزقرت لك يا تركي. خد وقتك. الله معه. قوم لك حنون. لك قوم دادي دادي. يا ريت اسمي عبد الهادي وكذاب اللي بيقول لك عادي. سامو ادقري هالباب لنطش العوامه. يلا يا بني المترباس بوشك على المقلاي. قومين على بعض. ما بدك تاكلي؟ ما بدي اكل. يعني رجعوا الاكل؟ مين بعد هاد الاكل لهو؟ اصلا بيك خديه مثل ما هو لزبيده خانو. لزبيده؟ زبيده خانو وليه؟ خانو. واذا اصلا امر جماعه الطبخ يعملوا هاد الاكل لإله فهو بيكون كرماله، مو كرمال الجاريه يلي بعبوها امتى ما بدهم وبفضوها امتى ما بدهم. العزيزة ماري، أكتب لك من خلف قضبان سجني الجديد. أرجو ألا تحاول القدوم، وسأدفع للخفير كل ما لدي من مال فقط لأوصل لك رسالتي التي ربما ستكون الأخيرة. ماري، لا أقول لك هذا الكلام حتى تحزني، ولكن كي تتحضري للأسوأ. كل ما أتمناه الآن أن أراك من جديد. بيترو. اسمعيني منيح قولي، سارة ما حأترك عم تفهمي، ما حأتركها. والمؤامرة اللي عملتيها مع أمي ما حتفيدكم بشي. مؤامرة شو؟ مؤامرة شو؟ مفكرة إذا روحتوا لها الولد ما بقى شيء مني أولاد بتكونوا غلطانين. لك تكلي إيدها بتوجعني. أصلاً نزل إيدك عنها. حتى أنت مشاركني يا باشا؟ أنا مو مشارك، أنا صاحب القرار. زبيدة مرتك وهي اللي رح تجيب لنا الحفيد، فهمت؟ دوق هالعصيرات يا بي، عصرت لك ياهن هلا. لك الله يرضى عليك يا بنتي ويفرحني فيكي. الله يخلي لي اياك يا حق، والله قعدتي معك بتسوى الدنيا. لك بنتي بدي اسالك امور يا بي. هلا هالحجار اللي عم تشوف فيهم مسوره بسيمه المفارش، منين عم تجيبه؟ بظن انه نازك العابد عم تجيب لي ياهن. طيب لنفترض هي عم تجيب لها ياهن، بس من وين؟ ومين عم يدفع حقهم؟ والله ما بعرف، بس ليش عم تسأل يا بي؟ في شي؟ يا بي، هي حجارة تقيلة وحقها هديك الحسبة؟ معناها ما رح ينباعوا بسرعة إذا حقهم كل هالقد غالي. هلا هني من ناحية غاليين غاليين، بس لك بنتي بجوز يلتقى ناس يرغبوهن. بس بتعرفي، شايف لك هالبضاعة رح تطير وما تهدي. بهالأيام الصعبة في مين يشتري؟ ايه يا بي، حتى بهالايام الصعبه. بقى الله يرضى عليكي قولي لصاحبتك تشد الهمه شوي، يمكن بعد شوي يلزمنا دفعه ثانيه.
تكرم عينك يا بي. إلهي الله يرزقك ويعطيك لحتى يرضيك. يا بي ما في شي خبر عن أخواتي؟ يبعت لي حمى عليك. جعزتك؟ أنا آسفة ما كان قصدي. لا يا بي لا تدعي على حالك، فكرك أخواتك بيطلعوا من بالي، يشهد علي يا ربي وشون هن اتنين ملازمني طول الليل والنهار. لا والله يا بنتي ما اجاني منهم خبر. إلهي وانت جاهي ومولاي رجع لنا ياهم سالمين غانمين. أمين يا بنتي أمين. ندرن علي إذا بيوصلني منهم خبر لأتبع 10 خواريف وزعون على الفقراء والمحتاجين يا بنتي. يا رب. صحي يا بي ما حكيت لك لما صبحي راح لعند بسيمه؟